السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو هذا غادي نضحكوا شوية، جبنا بعض الفيديوهات، خليكم مع الفيديو. الصراحة هذه ناضية ما كانش رابطه وتقولوا فاش كتسنى سميتها كيفاش سميتها ريق خونا. يتبرد جاي عرقان، خصو يتبرد. طيور الجنة الجل صايب. يا الله دار جنال هادو طالعين ساخطين من صغرهم. الدريات كيفاش هاد البلان؟ شي واحد بغا نتزوج، قلت ليه سير سول البنات كيفاش كنحيدو الملح من الماكلة، ولا عارف واش نخطب. قالت الوالد ديالي سير سول البنت اللي باغي تاخذ كيفاش كنحيدو الملح من الماكلة، والعجبها لي. أنا أول مرة سمعت هاد القضية هذا، والبنات نتوما خليونا لي كومنتير قولوا لنا كيفاش كتحيد الملحة.